طب مدام منى وصف طبعا صاحبة الخيال والأحلام والفراشة والملكات والأميرات، أكيد بيبقى لك لحظات وانت قاعدة مع نفسك بتحبي تسمعي مثلا موسيقى، ايه نوع الموسيقى اللي بتحبي تسمعيها؟ بحب أول الكل أنا عبد الحليم. عبد الحليم لأنه هو الله يرحمه مطرب مراهقتنا. نحن ربينا منحب عبد الحليم وعبد الناصر وجميلة أبو حريد وأحمد بن بيلا سوا. أيوة. أنا بالنسبة إلي ما كان يعني إنه هدول فنانين وهدول قوى، يعني هدول الشخصيات اللي كانوا مؤثرين أثروا في حياتي. أثروا في حياتي. وبحب أسمع أم كلثوم وبحب أسمع فيروز. كل شيء له يعني كل شيء بالنسبة إلي له وقعه. وبحب أسمع الخدود الحلبية من صباح فخري. شوف بقى يعني انا ايه؟ وبحب اسمع صوتك اساسا. ما بتدلل. طب ممكن ممكن تسمعينا اي حاجه من الخدود الحلبيه او من اي حاجه؟ لا من هيك بدي سمعك شغله هيك. طيب احنا حنطلع في اكثر من شغله يعني. يلا بعطيكي انا يعني شوفي انا يعني كان فكري يمكن كان صير مطربه ما زبطت ما والله ما بعرف يعني. سموك وما انصفوا يا عيني، سموك عريق الأس جميلة بين البشر مشكولة فوق الراس، ويا ميل الغصن عيني سمرة سابتينا يحرق قليب الهوى يا مو شو عمل فينا. طب لو قلتلك يعني طبعا احنا سمعنا حاجة من القدود الحلبية انا شيء قديم حتى مو قدود ما بعرف شو اسمه ايه. طب لو قلتلك اختاري لنا حاجة من اللي كنت بتحب من المطربين اللي بتحبيهم غير يعني او عبد الحليم حافظ ام كلثوم. بغني لك شغله هيك كل ما بشتاق لابني بغنيها. يا ريت. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك والله ما حقدر يا حبيبتي مش هتقدري ما حقدر فيك حتى هيك تختيها ما حقدر. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين. شوف بقينا ازاي يا حبيبي انت فين وانا فين انت فين وانا فين. يا ريت يسمعك وانت بتغنيها له يعني. لا انا حغني له كمان هو عمار بعلمته يحب عبد الحليم كمان هو طبعا علمته يحب عبد الحليم. ووقت كنت ساوي البيت كان يقعد على ظهر الخزانة هو صغير ويقول لي غني لي أنا عم بشتغل وغني له ويقعد فوق على ظهر الخزانة هيك. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك ونضاع تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكراك ارجع تاني والقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون بهواك في هواك طول حرماني. شفتي الله 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 هي هيك مقاطع. غني لك شغلي انا بحبها يا ريت. الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى يا شبك حبيبي عيني قلاب الهوى لا حطك بقلبي يا قلبي وسكر عليك
لا خوفي من أمك تدور عليك، الحنة حنة يا حنة يا قطر الندى، يا شبك حبيبي عيني جلاب الهوى، لا حطك بعيني عيني واتكحل عليك، لا خوفي من اختك تدور عليك، لا حطك بشعري يا شعري واتضفر عليك، لا خوفي من الشرطة تدور عليك. الله 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 الله، هدول من الله، هدول هيك بحبهم، هيك بحسهم هيك بيجوا. ما فكرتيش مرة تعملي شخصية قطر الندى؟ ما هالأغنية دي اتغنت لقطر الندى. لا ما فكرت أنا، يعني كان الأدوار اللي كانت تجيني على المسرح أنا كنت ألعبها، خصوصا لأن أنا كنت موظفة، يعني أنا ما اخترت، عمري ما اخترت يعني. إذا كان مثلا في مسرحية ممكن ما كتير كان حب أعتذر يعني، كمان في إلى مشكلة لأني أنا موظفة، بس إجمالا ما اعتذرت ولا عن مسرحية، دور صغير دور كبير، كبيرة صغيرة، كوميديا تراجيديا، يعني هي أنا بالنسبة إلي هو المعهد اللي تخرجت منه، المسرح القومي. طب بس يعني فنانة منى واصف وصلت لمرحلة كبيرة جدا، من حقها أنها هي تقول ممكن نعمل كده، حتى لو مش إنتاجك يعني تقدري تقولي العمل ده تفرضيه، لأنك أنت وصلتي لمرحلة يعني أنا كبيرة. أنا بعمري ما طلبت من حدا شيء ولا أي حدا، الدور يلي يجيني أو أخده أو ما أخده، خصوصا كمان تلفزيون كذا. حتى في كتير ناس يمكن اللي بيحبوني وبيخافوا علي بيقولوا لي إنه أنت مثلا ممكن تنكتب لك أدوار. أنا برأيي الشخصي يمكن ما كنت أتقدم أنا وأطلب يعني أتقدم كممثلة وأعتمد على حالي لو كان في مين حدا يكتب لي أو تبناني، لأن أنا مو محاربة. ما برتاح إذا كان كل شيء يمكن قدامي جاهز، يمكن أنا ما بعرف، أنا ما طلبت ولا حدا بيكتب لي ولا في شركة إنتاج تبنتني ولا ممكن تتبناني ولا بقبل يتبنوني كمان. ولا بقبل إنه حتى ولا تقبلي ولا أقبل، لأنه أولاً أنا ما بطلب هذا الشيء، وثانيا ما كان حاصل عنا هذا. هلا ممكن هلا انه مثلا والله انه انا شركه معينه بشتغل معها ثلاث اعمال بالسنه، السنه الجايه ما بشتغل معها كذا، بتصير هي. وانا في عندي دائما حريه الرفض والاختيار، لما بكون انا ما عم ينكتب لي شيء ماني مسؤوله، انا فراشه مثل ما بحب بنقي هلا الدور اللي بيعجبني، صغير ولا كبير ما بتفرق معي يعني. أنا بتفرق معي أني أنا أكون هلأ أنا عشقي هو فني، وخصوصا الآن وأنا أرملة، يعني عرفتي يعني وكأنه الآن عم بيعود فيني الزمن، لأنه في نوع من الرهبنة أنه أنا يمكن عم قلك يعني أنا الظروف خلتني أعمل أسرة وتمسكت فيها، لكن يمكن لو انتركت على على انه ما يكون عندي هي المسؤوليه ممكن اني انا اكون راهبه للفن. يعني عندي استعداد، لذلك انا بصدق لما بيقولوا انه ست ما تزوجت لانه هي فنانه بتحب فن، انا بعرف هذا الشيء، لان هلا بهالخمس سنوات عم بحس انه ما عندي التزام، ما عندي مسؤوليه لرجل كذا، وين عم روح؟ عم روح مثل. طب انت كنت هتغني اغنيه كنت بشتاق لك وما قدرتيش لأم كلثوم، ليه؟ نعم. ليه ما قدرتيش؟ لأني دايما بغنيها لعمار، عرفتي شلون؟ وعشان هو مسافر، عشان هو مسافر يعني بحس هيك بخنقة، بحس إنه بغصة وبيوحشني. ما ضروري، بيوحشني طبعا، كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا يعني كل أم تشعر بهذا الشيء. إذا كان بينه وبينه خطوتين بقى كيف لما بيكون بعيد كتير، فشوفي الشوق
نفسي اسالك سؤال في المنطقه دي. ايه اللي ما بتحبيش ان ابنك يشوفه عليكي؟ انك بتبكي ولا ايه؟ ايه ما تحبيش؟ لا. طب ايه اللي شفتيه في حياتك ما تحبيش ابنك يشوفه؟ اللي مرق علي بطفولتي. اللي مرق. هلا شوفي نحن بنجيب الاولاد بنحاول نحميهم انه ما يعيشوا يعني او ما يعانوا مثل ما عانينا نحن، ويتمتعوا باشياء نحن ما تمتعنا فيها، ويسافروا بلاد نحن ما شفناها، ويعيشوا حياه نحن ما عشناها. كل الاهل هيك، مو بس انا يعني. هل ابنك متزوج وليه ابناء؟ متزوج بس ما عنده ابناء، زوجته عندها ابناء. اما معه كويس. معه يعني. طب بتحاوليش تسافري له مثلا؟ لا طبعا. بتروحي؟ طبعا كان طبعا 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 طبعا. هي المشكلة البعد أو الغربة طبعا هي اللي بتأسي. وبعدين في بتسافري على فترات متباعدة مثلا؟ يعني ما بتبقي فاضية كل قد إيه مثلا؟ آخر لا مرة ما أنا ممكن ما مثل وروح شوفه. ما هي المشكلة. لا ما في. يعني هلأ المعاناة مو هو البعد بقدر ما هي الغربة. عرفتي؟ يعني أنت لما مثلا بتربي أولادك. نعم. او انا مثل ما ربيت ابني وما خليت وما بدي يشوف اي شيء انا عانيت منه. وبدي هيئ له كل الوسائل ليكون انسان كتير عظيم. الخوف الزياده. بتعرفي انا مره شو قال لي عمار؟ كنا ماشيين على طريق جامعته بويسكونسن، ببلد اسمه ستيفنز بوينت. مدري شو قال لي كلمة. قال لك بده يغير يمكن اختصاصه من الأسترونومي لتاريخ العالم، يعني من العلمي للأدبي أو شيء من هذا الكلام. فأنا عندي عادة أشياء بحكي فيها إنه أنا بحلم إنه أنا شوفك كذا، وأنا بخاف، وأنا مدري شو. أموقف هيك بالطريق، كان عمره 19. يعني أول سنة بيروح فيه. قال لي لإمتى أنت بدك تضلي تحلمي عنا وتخافي عنا وتخططي عنا؟ ليش؟ تركيني أنا أغلط، وتركيني أنا أدفع ثمن، وتركيني أنا شوف سبيلي. لا تحلمي عني ولا تخافي علي. الله. اكتشفت انا قوي قوي. اكتشفت انا انه انا بحكي مع اخواتي ومع رفقاتي ومع كل شيء كاني انا عم خطط لهم. هذا الاحساس بالمسؤوليه كان بلد بالنسبه لي بلا شكل من الاشكال. وبعدين انه ابني اللي اصغر مني هو اللي اكتشفني اني انا عم بحلم عنهم، ما لازم، مع انه يعني احلام حلوه للاولاد. واني انا بخاف، الاهل بخافوا على الاولاد دائما، وانه هذا الشيء طبيعي. بس يمكن بلحظه من اللحظات ما بتقدري تحميهم. طبعا ما بتقدري تشيلي عنهم. ما بتقدري مثل ما قال. قال تركيني. انت ما تحلمي عني. قال لي بدك تضلي تحلمي عن الاخرين وعني، لا تحلمي عني. تركيني انا احلم. يعني زي الحب الكتير او العطاء الكتير من الحب ممكن يتعبه، يعني لما تبالغي فيه زي الزرعة لما تسقيها كتير تموت الزرعة. مظبوط. لازم شوية تسيبيها تنشف وبعدين تديها. ايه اذا كان زرعة بيوت داخل البيوت، لكن على البلاغين عايزة طول ما الشمس حدة عايزة. طبعا. طبعا. طيب يا حبيبتي، هلا على كل حال المهم انه العلاقة انه هذا الخوف يعني هذا الشيء يمكن كمان كمان انه نحن النساء اللواتي يعملن ما بضروره بالفن، باي عمل ثاني، وكانه نحن ورثنا او هي بالجينات تبعنا. انه في تأنيب ضمير بيصير، انه بصيري بتحسبي حالك انه انا تركته كان عنده امتحان، او انا تركته كان عنده امتحان، رحت انا مثلا او طبيبه اجريت عمليه، او انا مطربه رحت غنيت، او انا ممثله رحت عم يومي تصورت، او انا مدرسه تركت بنتي او ابني ورحت المدرسه، ورحت انا المدرسه او هذا الاحساس بالتعذيب الضمير يلي موروث ايوه من اهالينا، من اهالي اهالي اهالينا اهالينا
ربما هذا صار بيكتر عندك جرعة الخوف أو جرعة الأحلام أنك تحلمي عنه أو تحققي له أكثر ما هو بده أو أكثر ما هو حتى ممكن أنه يستاهل يعني هو شو هو بده. مظبوط بالضبط. في نوع من تأنيب ضمير صار معناته بدك تعتبريني أنا هيك يعني بغض النظر عن عدم النجاحي أو ما نجاحي أو أي شيء أني أنا كامرأة عاملة لأن أنا هيك بعتبر حالي مو فنانة أنا امرأة عاملة وماني نجمة مرفهة خصوصا ببداياتي يعني وكنت كادحة وكنت روح على شغلي وارجع من شغلي واطبخ وامسح مثل العادة يعني عرفتي فهذا الشيء نجمة على طريقة البروليتاريا طب هو بتعمل هذا الشيء هو خد شيء من قوتك اي طبعا ورث عمار عمار يعني عنيد مو بس انت قوي. عنيدة انا ما كثير عنيدة انما هو اخذ هو عنيد اكثر 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 وقوي في آرائه وفي مواقفه هذا هو السبب. طب يعني انا اقدر اقول بالتالي انت طول عمر الظروف اللي بتحيطك يعني بتتعبك يعني ما انتيش عايشه حياه مرتاح لا في الاول ولا في الاخر بس انا مرتاح بس انا انت فنانه لا لا ليش انت... لانه هنا عندي انا رغم كل هالشيء اللي عم بيصير عندك المقدره عندي على امتصاص كل انه انا مثلا عمرك اذا لقيتيني قد ما انا متضايقه وبشوفك ممكن ما ابتسم لك يعني ما بالضروره العالم يعرفوا انت امتى حزينه انا يعني امتى انا حزينه وانا امتى سعيده نعم ولا مضطرين هن يشوفوا هذا الوجه لانه هن ما بدهم يعني بدهم الوجه لما بيحبوك على التلفزيون طبيعه الفنان فانا هيك بس اجمالا انا ماني تعيسه الحمد لله ماني حزين يعني عندي حزني انا بعتبره هذا الحزن النبيل عندي احساس بالوحده بس الوحده النبيله بمسك كتاب يلي بيقرا ما بيكون وحيد يلي بيسافر ما بيكون وحيد يلي بيمثل ما بالعكس انا احيانا لما برجع من شغلي مو بس بسكر الباب البراني الباب اللي جوا وبحط القفل ليه؟ لأنه طول وقتك عم تحكي مع العالم وتمثلي وتغبي فلان وتحكي مع فلانة وتضحكي وناخد ونعطي ونزعل ونحكي ونحفظ ونعيد ترجعي على البيت أنت مستهلكة ومستنزفة بدك ترجعي لإنسانيتك هيك أنا بصير معك تجمعي الانرجي بتاعتك عشان تقدري تاني يوم تعطي فلذلك أنا مثلا ما بقدر أنا عم مثل يكون عندي حياة اجتماعية بس أنا لما ما بكون عم مثل بحب الحياة الاجتماعية وبحب أني أعمل المسؤوليات اللي علي أنا كمان أروح على مستشفى على ميتم على أي شيء بحب هذا الشيء مثلا على جامعة في ندوة في كذا بحب بحس أنه أنا على محاربة على مثلا حماية البيئة وكذا محاربة الفقر لما كنت سفيرة بحب بس وأنا عم مثل أنا عم مثل واحدة تانية مشان هيك الحياة ممكن تمشي قدامي كتير وتقطعني كتير وأنا ما أحس طبعا